بوصله كانت هتعمل كده من الاهلي وفجاه اتعدلت. اتعدلت دي، العدله دي شايفها هتكمل ولا شايف ان البوصله ممكن تتعوج تاني؟ بص انا بتكلم طبعا على الموقف اللي حصل مع الهلال وصن داونز والاهلي. خلينا نبدا ايه في المجموعه. النادي الاهلي كان عمال يدي هدايا للهلال بالذات، صح؟ يعني اداله اول هديه لما خسر هناك في الهلال، وبعد كده اداله الهديه الثانيه لما تعادل هنا 2-2 مع صن داون. فالهلال بدا هو اللي ادانا الهديه وخلى الكره دلوقتي بقت في ملعب النادي الاهلي. النادي الاهلي هل هو هيكسب ان شاء الله باذن الله؟ بنتمنى ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه ويكسب المباراه وناخد الهديه اللي هو اداها لنا، اللي هو لما ضيعوا ضربه الجزاء، لان كان خسران 1-0 وضيعوا ضربه الجزاء في اخر. كنت بتتفرج على المباراه ولا كنت بتتفرج عليها؟ انا اتفرجت عليها. اتفرجت عليها؟ احكي لي. لا انا ما قدرتش الصراحه، لان كنت حاسس ان هم ما كنتش مصدق والله. هقول لك على حاجه، صن داونز عارف هم بيلعبوا الجيم باريحيه، مش بايعين الماتش، بس مش بايعين بس بيتمتعوا بالظبط، اللي هو عادي اكسب اكسب. كانوا يعني هقول لك على حاجه، كانوا خطر برضو يعني، صح؟ ممكن اقول الهلال وصل، بس هم يعني نسبه الاستحواذ هم اعلى، خطورته مع جون هم اعلى، صح؟ صح. وحتى الجون الاولاني يعني ممكن يكون خطا من الجون، بس فرقه راحه ايه مش عايزه تخسر، صح؟ اتردد بخطا زي ما قلنا ان خط الظهر بيكون عندهم مبالغه شويه في التحضير. انا اول ما شفت الكره دي قلت شكرا. لا لا لا، لا. هي البنالتي بس اللي كان يخوف. البنالتي ان جاي في التوقيت زي ده في الدقيقه 92 ونضيع، تعرف النادي الاهلي خلاص هيلعب نهائي. حسيت اللحظه دي كانت بالنسبه لك عامله ازاي؟ خلاص الفرقتين بره. لا انت اللحظه نفسها اول ما الحكم حسب ضربه جزاء، انا كنت شاكك بصراحه لحد ما الكره اتعادت تاني، لقيتها فعلا بنالتي. انا قلت ايه يعني، سايب بالمناسبه فيها شك انها اوفسايد اصلا كمان، يعني اللاعب نفسه كان شكله اوفسايد، بس العرقله طبعا في عرقله. اللي خلاني انا شاكك في بدايه الجيم اساسا، حتى بعد جون التعادل اللعيبه ماسكه الكوره من رجل لرجل وبيلعبوا باريحيه قوي. أيوة. يعني مش قلقانين وهجمات. خلي بالك عبد الله صن داون هنا برضو قدام النادي الاهلي عمل. أيوة. نفس الاداء ده. أيوة. بس لا بس كان في حميه، كان في حميه ماشي. هم مش في حميه خالص، هو ده ادائهم يعني، ده طريقتهم. ايوه ايوه صح، طريقه اللعب هي ماتش الهلال. لا انت تحس ان انت عايز تنزل تضربهم، عايز تقول لهم اتحركوا شويه، اتنحرروا شويه، اتنحرروا، تحس ان مفيش. انا نازل تدريبه، نازل تمرينه، بيمتع نفسه. انا دايما بقول ان هم فريق صن داون كده او فرق الجنوب افريقيا دايما كده. انا قلت يعني قلت يعني في التوقيت زي ده يعني قلت هم متفقين. انت عارف هو الحكم عمل كارثه غير دي خالص، لو انت كنت متابع المباراه. اني كارثه، في لاعب من الهلال دخل تاكلينج على لاعب صن داونز، كان ياخد طرد أحمر. مباشر. وهو اصلا كان واخد انذار، انت مديله انذار ثاني ولا ده؟ ما ادالوش حتى انذار، الحكم كان ليبي هو. مش انا ما صدقتش بقى، انا هنا في اللحظه دي اتجننت، وانا البنالتي انا كنت شاكك فيه لحد ما الكره اتعادل فعلا بشكل كويس. حسيت ان فيها يعني. بس برضو اللي الواحد قلقان منه يا كريم. أيوه. ان انت التصريحات بتاعه المدير الفني بتاع الهلال برضو عارف اللي هو ايه، لا ثقة في النفس قوي، لا اما انت خايف من النادي الاهلي دلوقتي خلاص. بس انا بتمنى بجد ان النادي الاهلي يفتح يعني. انا هيدوم 2-3. لا برضو عبد الله، فريق الهلال عبد الله، عمر النادي الاهلي ما هيفوت الفرصه دي. اقول لك على حاجه، طبعا ان شاء الله مش هيفوت. انا في الاخر انا ما اقدرش اقول، انا بقول لك اهو من اسبوعين انا قلت لك بنسبه كبيره الفرقتين بره، ده رهان جديد. انا بقول لك الاهلي في النهائي اصلا، ده رهان تاني. لو انت فاكر انا قلت لك لو الاهلي عدى هيلعب نهائي. احنا كده الرهان البطوله، الرهان الاولاني خدنا عزومه في رمضان، خدنا في طفره. هو داخل قال انا قلت لك انا في رمضان. خلاص دي خدناها. انت الاهلي 2-3 2-3 خد بالك، الهلال النسخه دي غير نسخ الماتش الماضيه افضل. لا لا كريم، بص اقول لك حاجه، انا اول دقيقتين كده لو الكور المشتركه ما بين الهلال واي لعيب ما بين الاهلي والهلال، والهلال كسب، لان الماتش الاولاني هو اللي كسب الهلال ايه، الكور المشتركه، الكره الثانيه. بس برضه هنتكلم ان التحامات اللعيبه كانت قويه، هو مش في حالته نادي الاهلي. يعني مش في حالته، ما كانوش فايقين اللعيبه كلها، حتى ازاي انت راجع من كاس عالم الانديه ومتعب. انا بكلم على اليوم ده، انا ماليش دعوه بكاس العالم واللي حصل، انا بكلمك في اليوم ده. وحسن يعني هو لعيب الكوره، هو حاله الجهاز الفني، المدير الفني حاله. مش معاك في دي يا عبد الله، حاله ايه يعني؟ ايه حاله؟ اليوم نفسه، اليوم مش بتاعي. مباراه صن داونز؟ لا انا بتكلم على ماتش الهلال. الماتش اليوم ده مش بتاعنا، انا مش فايق خلاص، مهما تعمل ايه ادام ما عندك خلاص.